اليوم من أخطر على أمن العالم العربي؟ إسرائيل، إيران، أم الإخوان؟ يعني احنا لما نتكلم عن إسرائيل ما فيه يعني مجال المقارنة. إسرائيل خطر على العالم العربي؟ لا، الآن ما دام يعني كبريات البلدان على هذا الوئام ما في مشكلة. فإسرائيل اليوم ما تشكل خطر على الوطن العربي. إسرائيل تشكل خطر، لأن الوطن العربي غير قادر على أن يواجه إسرائيل. إنه ما في معركة يعني. ما في معركة أصلاً، يعني فهمت علي؟ فالعرب عاجزين على مواجهة إسرائيل، فإذا مع إسرائيل ما في. إيران تهدد وخطرة. ويعني الإخوان قاعدين إيش؟ قاعدين يهددون. وكل مرة يقولون حتى في وسائل التواصل الاجتماعي أننا زاحفون وأننا قادمون وأننا إيش سوف تخرجون من يعني أنتم وحكامكم من مراكزكم، وينشرون مثل هذه إيش يعني الرسائل يعني الترويع، أنا أسميها ترهيب أو الترهيب. طبعا في ناس بساطة، في ناس مساكين يعني يعتقدون أن إيش أن الأمور كما عندهم فلتانة بتحدث في دول الخليج. لكن أنا في اعتقادي إن كانت مقبرة للإخوان ستكون في أرض الخليج. كيف؟ لماذا؟ نعم، كيف ولماذا؟ أنا أقول يعني كحد أقصى 5 سنوات سيقضى على شيء اسمه يعني إخوان عربيا. بيظلون، لكن بيظلون يعني كتاكيت. وإن نجحوا في الحكم في البلدان؟ لن ينجحوا. لأنه حكم مسبق. لا، لأنهم شوفي، أولا هم حملوا لواء العداوة مع دول الخليج. وما دام المرشد يتبنى إلا إذا شيء اسمه مرشد انتهى وأزيل، وشيء اسمه تنظيم عالمي أزيل، وتبرأ أو براءة يعني براءة علنية أننا ليس لنا دخل في هؤلاء الجماعات الموجودة هنا، ولا ينتمون إلينا ولا ننتمي إليهم وليس بيننا صلة، ويقطعوا كل شيء وتجفف مصادرهم ويقولون التوبة، تبنا إلى الله أن لا نعبث بأمن دول الخليج، حينها نعم. أما طالما يرفعون راية العداء والبغضاء والكراهية لدول الخليج، فلن تكون لهم مقبرة إلا هذه إيش الصحراء.